كثيرا ما نلاحظ على بعض المراهقين مظاهر لطفولة متأخرة يعيشونها. هنا يلتبس علينا الأمر، فلا نعرف أن نتعامل معهم كأطفال أم كمراهقين دخلوا مرحلة الوعي. لذلك سنتحدث الآن حول مرحلة الطفولة المتأخرة، أسبابها وكيفية التعامل معها، مع ضيفتنا في الأستوديو الاختصاصية التربوية أروى علوش. أهلا ومرحبا بك معنا. يا أهلا وسهلا فيكم. يعني بداية أستاذة أروى، خلينا نعرف مرحلة الطفولة المتأخرة ما هي وما أبرز مظاهر هذه المرحلة؟ نعم، هلا هو بتصنيف الطفولة، عادة الطفولة فيها طفولة مبكرة وفيها طفولة متأخرة، وهي كلها تسمى بمسمى الطفولة. نعم. يعني تصرفات الأطفال اللي هو عدم قدرة على تحمل المسؤولية العالي، الاندفاع بالمشاعر، عدم القدرة على ضبط النفس، عدم قدرة على اتخاذ القرار، هي تصرفات الأطفال وهي طبيعية ومقبولة بعمرهم. المفروض أنه هي المرحلة تستمر لعمر 12 سنة. وين المشكلة لما بيعدي 12 سنة وبيدخل 13 14 15 عمره هو داخل بالمراهقة، لكن تصرفاته لا تزال بالطفولة المتأخرة. هون منقول صار عنده امتدة الطفولة المتأخرة زيادة ودخلت على مرحلة المراهقة، وهون بتظهر بقى المشاكل من عدم تقبل الأهل انه هو صحيح. انت صرت، نحن بنعتبره شاب، 13 سنة شاب، انت ليش عم تتصرف مثل الأطفال؟ فهون تظهر هي المشكلة وهي الحالة اللي هي ما انا كثير طبيعية ومقبولة من المجتمع. طيب، هنا نريد أن نتحدث عن الأسباب، أسباب التي جعلت هذه المرحلة تدوم مع الطفل عند دخوله لمرحلة المراهقة. بالحديث عن وجود مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الطفولة، المرحلة الثانية مرحلة المراهقة. نعم، هل أكيد في أسباب متنوعة، من ضمن هذه الأسباب أنه في نمط شخصية عادة هو نمط الاندفاع، هو نمط عدم تحمل المسؤولية، هو نمط المبالغة بردود الأفعال، في أنماط شخصية هيك بتكون. هي أنماط شخصية بتاخد وقت لتنضج، فبدنا نعرف هل هو هيك فعلا نمط شخصيته، أو ممكن يكون في بعض المتلازمات اللي هي متلازمة نقص التركيز وفرط الحركة، هي من أعراضها أنه بيصير معهم طفولة متأخرة بتدخل على المراهقة، بس بيكون الأهالي ما عرفانين أنه عنده هذه الأعراض، بس ما بتكون كتير مبالغ فيها مشان هيك ما بيكتشفوا، فبيكون عنده يعني اندفاع بتصرفاته بسلوكياته، ما عنده كتير قدرة على تحمل المسؤولية، ما بده يركز كتير، ما بده ياخد دور الشخص اللي بيتحاسب عن أعماله، بده دائما أخذ الأمور بسطحية وفقط بيركز على المتعة، فقط بيركز على التسلية. فهون بدنا نعرف هل هو عنده هاي المتلازمة، أو ممكن يكون طريقة التعامل معه من الطفولة، ممكن يكون في خطأ بطريقة التعامل معه، فالأهل ما حملوا مسؤولية زيادة. طبعاً هون بيصير مسؤولية الأهل إنه هو هذا يعني ما نضج وما قدر إنه يعدي مرحلة الطفولة بالوقت المناسب، ففي أسباب كتير. أحياناً بتكون بالعكس اللي هو الضغط الزائد عليه وتحميله المسؤولية زيادة عن اللزوم، فبصير عنده نوع من الهروب، فبصير ما بده يتحمل مسؤولية أبداً وتظهر عنده هاي الأعراض. طيب، أنا حابة شوي أوقف عند هذه الحالة. في كتير من الأطفال ممكن بتعرضوا لمسؤوليات معينة بطفولتهم، أعمال معينة، أحياناً مشاكل صحية ممكن تزيد من إحساسهم بالمسؤولية، وبكونوا مشتاقين لمرحلة الطفولة وما بيعيشوا. تيجي مرحلة المراهقة، فبالفعل بيكون في شوق لعيش هذه المرحلة. في هاي الحالة، هل بتنصحي مثلا الأهل يتركوا الطفل المراهق يعيش على الأقل لفترة معينة يعني حالة الطفولة الموجودة عنده، يعني يفرغها نفسيا؟ هلا احنا اذا بدنا نحكي انه كيف يتعاملوا الأهل مع المراهق الطفل او الطفل المراهق اللي هو وصل لمرحلة المراهقة ولا تزال عنده أعراض الطفولة، اذا بنحكي بشكل عام كيف يتعاملوا معها، اول شيء يعرفوا شو الأسباب، هل هو فعلا هيك نمط شخصيته ولا هو لا عنده شيء من هي المتلازمة اللي حكينا عنها، فبده يتشخص مظبوط مشان يعرف الواحد شو يتعامل معه وشو العلاجات المناسبة، ولا هو لا لأنه هن أصلاً ما حملوا المسؤولية وهو صغير، أو بالعكس ضغطوا عليه. لازم يعرفوا الأسباب، لازم يراجعوا نفسهم، إذا ما قدروا يعرفوا لازم يستعينوا بمستشار يقعد معاهم ويسمع منهم ويسمع عن حالة الطفل ليعرف الأسباب الحقيقية. إذا عرفنا الأسباب الحقيقية اللي عم بتخليه يتصرف بهذه الطريقة، هون ممكن نعرف نتعامل معه. طبعا من أساسيات التعامل معه أنه أنا استوعب أنه هو عم يمر بهي الحالة، ما أرفضها، ما يعني حاصره وضيق عليه وما اتقبله، ما استعمل اسلوب السخريه. في كثير من الاهالي بيستعملوا اسلوب السخريه لما يحسوا انه الولد غير ناضج، بيصير على كل تصرفه بيعمله بيتمسخروا عليه، بيستقلوا منه، هذا ما بيعالج المشكله، بالعكس بيفاقمها.
هي من الوسائل المهمة كتير كتير إنه الأهل ينتبهوا عليها بتعاملهم مع الطفل. وفي الحالة بالذات اللي أنا حكيتها، يعني حالة الطفل اللي بالفعل افتقر لمرحلة الطفولة أثناء الطفولة، شو بتنصحي بالتعامل مع هاي الحالة؟ هلأ هي أحد الحالات إنه هن ما تركوا الطفل إنه يعيش يعني طفولته بشكل طبيعي، فبالتالي كبر وهلأ عم يحن للطفولة. نعم. طبعاً هون أكيد يعني أكيد بده ينعطى شوية مساحة حرية من التفريغ الكبت اللي جواته، لأنه هو لأنه ما عاش طفولته فانكبت. صحيح. فما في كبت إلا بده يتفرغ بطريقة معينة، فبدل ما يتفرغ سلبياً لا يعطوه مجال يفرغه إيجابياً، بيعطوه مجال إنه يلعب، لأنه ينطلق، لأنه يعني يفرغ عن احتياجه، يعطوه مجال يختار المكان اللي بده اياه، ويختار الأصدقاء اللي بده اياه، ويختار الطريقة اللي بيحب يفرغ فيها هاي الضغوط اللي عنده، بحيث أنه نوعا ما يرجع يتوازن. بس كمان يعني بنفس الوقت لازم يحملوا مسؤولية، ما يبعدوا عنه المسؤوليات تماما بسبب الحالة اللي هو عايشها، لأنه إذا تركوه يعني ما يتحمل مسؤولية أبدا، وما عطوا أي توجيه، وبس يفرغ طاقته، كمان هو ما حينضج، ما حيرجع يتوازن ويعدي هي المرحلة. فهو الموضوع بحاجة يعني لتوازن من الأهل. طيب إحنا الآن أمام مشكلة قائمة وهي موضوع الطفولة المتأخرة، لكن أريد أن أسأل إنه بعض الأهالي يعانون من مشكلة إنه عدم معرفة هذه المظاهر التي تظهر على طفلهم عند دخوله في هذه المرحلة، مرحلة الطفولة المتأخرة. ما هي الأشياء الظاهرة بشكل حصري من خلالها يتعرف الأهل على هذه المشكلة ويعمل على علاجها بطرق نفسية؟ نعم، هلأ إذا لاحظوا أنه هو عنده مثلا انفعالات شديدة أكثر من الانفعالات اللي هي متوقعة بعمره، أحيانا بيكون بكاء على أمور بسيطة، فطبعا هذا شيء غير مقبول. إذا لاحظوا عنده عدم رغبة بتحمل أي مسؤولية حتى لو كانت بسيطة، بده يتهرب من المسؤوليات قدر الاستطاعة. إذا لاحظوا أنه ما عنده قدرة أنه يتخذ قرار، يعني لما بيقولوا مثلا ولو قرارات بسيطة مثلا أنه حتى بدك تختار مثلا التخصص العلمي أو التخصص الأدبي، بيصير عنده مشكلة كبيرة كتير أنه يتخذ هذا القرار. قرار اختيار الأصدقاء ما عنده قدرة على اختياره، كما بيتردد كتير كتير كتير، فهي كلها مؤشرات بتدل أنه هو ما قدر ينضج وما قدر يتجاوز هاي المرحلة. حتى بعلاقاته مع المحيطين بيكون كمان غير ناضج، فما قادر قدرة أنه يعمل صداقة أو حتى يحافظ على الأصدقاء اللي عم يعمل صداقات معاهم. كمان هي كلها مؤشرات بتدل أنه في مشكلة بهي المرحلة. طيب بالنسبة للتعامل في المدرسة، يعني هدول الأشخاص يمكن بيعانوا كتير من أقرانهم في المدرسة، بتعرضوا لنوع من الاستهزاء، التنمر، السخرية وما إلى ذلك، لأنه ما زالوا أطفال. صحيح. أمام صحيح. شباب يعني صحيح. دخلوا مرحلة البلوغ والشبوبية، بالذات ردود أفعالهم لما بتكون غير مدروسة وبتكون فيها اندفاع وبيكون في بكاء على أشياء صغيرة، فبيستغلوا فرصة بقية الأولاد إنه يصيروا يزعجون عشان يشوفوا ردة فعله كيف هي طفولية. دور المدرسة بهي الحالة كيف لازم تسيطر على الوضع تتعامل؟ هل أنا دائما بدعو إنه المدرسة يكون عندها وعي بنفسيات الأطفال وشخصياتهم والفروقات بين الشخصية المختلفة، وما تعاملهم كلهم بقالب واحد. ما تتعامل مع الأولاد بالمدرسة إنه هن عبارة عن أشخاص بس يعني طلبوا منهم، أو يعني مثل كأنها آلات إنه لازم لهم هذا الشيء نفذوه مباشرة. لا طبعا، مختلفين بشخصياتهم، مختلفين ببيئاتهم، مختلفين بردود أفعالهم، بنموهم، بتطورهم. لازم تفهم المدرسة احتياجات الأطفال، لازم. أنا عندي يعني وجهة نظر إنه كل مدرسة بكل طاقمها لازم يدرسوا عن علم النفس، الإدارة، المربين، المعلمين، المشرفين، كلهم لازم يفهموا يعني أساسيات علم النفس، بالذات علم النفس التربوي، ليفهموا كيف يتعاملوا مع الأولاد الموجودين، كيف يحلوا مشاكلهم، كيف ما تتفاقم المشاكل بالمدرسة، كيف يحطوا حدود إلها. وكمان مطلوب منهم يتواصلوا مع الأهل. طبعا الأهل هن يعني هن اللي حيساعدوا بالحل، هن اللي حيحكوا قصة الولد، هن اللي حياخذوا منهم المعلومات، مصدر المعلومات، لنعرف نحن كمان كيف نحل مشكلة هذا الولد، ما يكون مقطوع التواصل بين المدرسة والأهل. فهن بده يكونوا واعيين للمدرسة، بده يكون في عندهم تواصل دائم مع الأهل، بدهم أكيد يسعوا لاستيعاب هذا النوع من الولاد مشان منه يدعموا ويقووا له شخصيته، ومنه يفهموا شو صاير معه، فيحطوا حدود للولاد اللي عم يتمرد، وما تكون الأمور يعني فيها فوضى أو فيها عدم اهتمام بهذا النوع من الحالات. في أغلب الحالات الشخص الأقرب للطفل في المنزل الأم، وفي المدرسة الشخص الأقرب للطفل ولهذه الحالة المعلم.
هنا الأم والمعلم ربما يتعاملوا مع الطفل ببعض الأمثلة الخاطئة، صح، بتحميله أكثر مما هو بتحميله أكثر من طاقته. ما هي الأساليب الخاطئة التي تتعامل معها الأم مع الطفل والمعلم مع هذا الطفل، ومن هذا الحديث يتجنبوا هذه الأخطاء وهذه الأساليب؟ يعني الأهل إذا يعني إذا حطوا بالهم إنه هذا الطفل ما عم يتصرف بشكل صح وبدهم اياه مباشرة يتحسن مباشرة يتغير، هون بيكونوا عم يرتكبوا خطأ. طبعا عادة الأهل ما بيقبلوا أي سلوك خاطئ على أولادهم، وبيستفزوا كتير وبيثوروا كتير من أي سلوك خاطئ، وهذا الشيء بيخليهم يعني بدهم تغيير مباشرة للطفل. هي مشكلة كبيرة بالتعامل، لأنه ما في حدا بيقدر يتغير مباشرة، وبالذات الأطفال وبالذات اللي عندهم هي الحالة. يعني هدول اللي اصلا تاخرت عندهم الطفوله وما قادرين ينضجوا، هدول بيكونوا يعني بيصنفوا عاده الاطفال الصعبين، في صعوبه بالتعامل معهم. فهذا النوع ما ممكن انه انا يعني اطلب منه التعديل يعدل، اطلب منه التغيير مباشره يتغير، بده مساحه واسعه من الاستيعاب والصبر مع الاستمرار يعني بتوجيهه باعطائه ملاحظات. انا مثل ما قلت ما بنتركه، اكيد انه ما بنحمله مسؤوليه، بس ما نلح عليه بالتغيير مباشره، بحاجة لمساحة، بحاجة رح نتقبل أنه هذا التغيير حياخد وقت، بحاجة لدعمه وعدم الانتقاص منه وعدم انتقاص من شخصيته. مثل ما حكيت أنه أسلوب المسخرة عليه هذا كتير سائد، بس لقينا هي الحالة تحديداً بصير على كل تصرفه بيعمله بنستعمل السخرية. أنت ولد، أنت صغير، أنت ما بتفهم، أنت إيش عم تتصرف. في هذه الحالة الطفل يتعرض لتنمر من الأهل. بالضبط بالضبط. وهذا لا، أنا لازم يعني دائماً أكد على هي الفكرة ودائماً أكد عليها أنه هذا ما بيساعد الطفل. أنتوا هدفكم كأهل بدكم إياه يتحسن، بس ما عم تستعملوا الوسيله اللي بتساعده ابدا، بالعكس تماما، بتقل ثقته بنفسه، بتقل تقديره لذاته، بصير رده فعله معاكسه تماما. وهن اكيد عم بينسوا هذا الشيء، ما بيعرفوا السبب، انه احنا عم نحاول معه وعم نقول له شو الصح وعم نوجهه، ما عم يستجيب. طبعا ما حيستجيب، النتائج حتكون مو مثل ما بدهم. بده صبر واستيعاب وخطه، نعم، مدروسه لدعمه مشان يتجاوز هي المرحله، وتقبل لحالته بين ما ينضج ويتجاوزها باذن الله تعالى. يعني بهذه النصائح احنا بنختم معك الاختصاصيه التربويه الاستاذه علوش، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.